هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن لا تخبر عائلتها، عمها، بنات عمها أو أصدقائها، أنها حاملة مخافة العين أو السحر؟ الإخبار بهذه الأمور لم يعرف في السلف، وما كانت المرأة إذا حملت تنشر أخبارها بين الناس، ولا يلزم ذلك أصلا. ثم أن من علم ما ضرك إن كنت ممن حافظون على أذكار المساء والصباح، فإن هذه تحمي من شرور كثيرة وتقي كثير أمور، والله أعلم.